مرحبا المتتبع ومشاهدي قناه شوف تي في، اسعد الله مساءكم باليمن والبركات. مباشر جديد من قلب مدينه ابي الجعد، وبالضبط من مشى الارض الخير. نتمنى من الاخوان بارطاجيو معنا المباشر، يشوفوا معنا اجواء رائعه بهذا المشتل، وهو من المتنزهات الوحيده بالمدينه من بعد غابه سيد الغزواني. الان نتواجد بمشتى الارض الخير المتواجد بالطريق الطريق الرابطه بين الطريق الرابطه بالسوق الاسبوعي او قرب مدرسه حمد يوسف. منظر جميل هنا الاخوان، موجود للورود، الاشجار، المغروسات على الانواع كما تلاحظون متتبع ومشاهدي قناه شوف تي في. فصاحب المشتل يرحب بجميع ساكنه مدينه ابي الجعد للتنزه او للاصطياف او للمراجعه، الناس اللي بغات تراجع ولا اللي بغات تشوف ولا اللي جات بغات تلاهي النهار ديالها في ظل الجائحه ديال كورونا وفي ظل هذه الاجواء الحاره، الجو الحار بالمدينه لهذا اليوم، وهو يوم الخميس اليوم الثامن من رمضان. كما تلاحظون الكل موجود هنا، لا زهور لا الاشجار، الاشجار مثمره كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناه شوف تي في. فمرحبا بالزوار كما يقول صاحب المشتل، فمرحبا بالزوار الكرام داخل المدينه او خارج المدينه، في الاقليم او خارج الاقليم، وهو مشتى الارض الخير يتواجد من مدينه ابي الجعد. كما تلاحظون اجواء رائعه واشجار رائعه. دائما تنشد الترحال من التحق بنا اللحظة متتبع ومشاهدي قناة شوف تي في. هنا بعض المغروسات من شجر الليمون. هنا بعض الحيوانات او بعض الطيور مثل الطوس كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في. جو رائع، جو بارد هنا في مشتى الارض الخير. وهنا صاحب المشروع يقول لجميع ساكنة مدينة ابي الجعد فمرحبا بكم للزيارة او للاقتناء بعض الزهور او بعض النباتات. هنا متتبع ومشاهدي قناة شوف تي في بعض الورود كما تلاحظون، جو بارد جو رائع بهذا المشتل، وهو مشتل أرض الخير الذي يقع على طريق السوق الأسبوعي أو قرب مدرسة حمد يوسف. هذه بعض نباتات الخروب أو بعض أشجار الخروب كما تلاحظون متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في. هذا أشجار الخروب. وتنجد الترحال من التحق بنا اللحظة، فمرحبا بجميع متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في. هنا أشجار أو ورود كما تلاحظون متتبعي القناة. هذا منظر جميل بهذا المشتل، منظر رائع. هذه بعض الورود. هنا جميع المنتوجات، جميع الأشجار، جميع الورود، جميع الزهور موجودة في هذا المشتل. اللي بغى يجي يشوف فمرحبا به. فهذا نداء الى جميع سكان مدينه ابي الجعد، لل
اللي يجي ابغى يزور ابغى يشوفها، مرحبا بهم. صاحب المشروع يقول لكم مرحبا بكم. هنا بعض أشجار اللوز. هنا هذه أشجار بوعبيدة أو الإيجاص كما يحلو لها الذكر. وهنا منظر جميل إخوان المتتبعين ومشاهدي قناة شوف تي في، أجواء رائعة. اللي بغى يجي يدق ساعة في هذا رمضان وفي ظل هذه درجة الحرارة مرتفعة بالمدينة. هنا بعض الورود كما تلاحظون متتبعي مشاهدي قناة شوف تي في. الكل موجود هنا، اي حاجه الاخوان المتتبعين، اي حاجه بغيتي موجوده عند هذا المشتل. هنا بعض الاشجار المثمره. هذا مشتل الأرض الخير موجود داخل مدينة أبي الجعد، وبالضبط على الطريق الرابطة بين المدينة والسوق الأسبوعي قرب مدرسة حمد يوسف. إلى هنا متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، غادي ننهي المباشر ديالنا إلى مباشر لاحق، وإلى اللقاء.